أهلا وسهلا فيكم جميعا، منرحب فيكم بحلقتنا الخاصة بطلبة التوجيه. طبعا بكل عام بنكون سعيدين وفخورين بشريك أساسي معنا بالفرحة مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وبشارك الطلاب فرحتهم أكيد شركة أورنج الداعم دائما وأبدا لحلقة التوجيه، ويعني هي حاضرة دائما في كل الاحتفالات والمناسبات معنا، ودائما نشكرهم للجهود المستمرة في دعم التعليم والابتكار في مختلف أنحاء المملكة وتمكين الشباب بالتدريب وخاصة في المجالات الرقمية. أكيد دائما أورنج بتواكب كل ما هو جديد وبتهتم دائما بدعم الشباب وقطاع الشباب وأن يدخلوا كل ما هو جديد في التكنولوجيا من خلال القرية الرقمية، من خلال تواجدها في كل مكان في محافظات مملكتنا الحبيبة وسط وشمال وجنوب. بسعدنا في هذا الصباح يكون معنا السيد رسلان ديرانية نائب الرئيس التنفيذي المدير التنفيذي للمالية والاستراتيجية في أورنج. أهلا وسهلا فيكم، ودائما أورنج متواجدة خصوصا في مثل هذه الاحتفالات. ماذا نقول في البداية؟ أول شيء صباح الخير ويعطيكم ألف عافية، ونحب نبارك للمتميزين من النخبة اللي اليوم موجودين معنا اليوم، ويعطيهم ألف عافية وألف مبروك، مبروك للجميع الناجحين عندنا اللي نجحوا في التوجيه اليوم، بتمسها كل العائلات يعني عندنا في البلد، يعني بصراحة ابن خاله أخوه وجاره كل البلد يعني الحمد لله. سيد رسلان دائما بتقدم أورنج مجموعة من الحلول الرقمية المنوعة وبدعموا دائما الشباب والشابات في مختلف القطاعات، كيف بيكون الدعم وكيف هذا الاهتمام بالشباب؟ احنا هدفنا او طريقتنا في الدعم للشباب انه بدك توفري لهم الوسائل، واجبنا انه نوفر لهم الوسائل اللي يقدروا يوصلوا فيها للعلم، للمعلومه، للاشي الجديد، للابتكارات الجديده اللي من خلال خلينا نحكي التكنولوجيا بنوظفها لهم، اللي هي من خلال خلينا نحكي على سبيل المثال الفايبر. احنا عندنا لما نيجي نعمل نعطي سرعات عاليه نحكي ب 10000 ميج، هلا بنعطينا كاشتراكات موجوده عندنا، هذه بالموبايل الجيل الخامس اللي ادخلناه مؤخرا، كثير تسهيلات قاعدين بنقدمها للشباب. عندنا في مراكز تبعات بنعملها للتعليم للديجيتال كودينج، بنعمل للكودينج سكولز بنعملها والكودينج اكاديميز، بنعمل كثير شغلات بنهيئها للشباب والشابات على اساس انه تمكنيهم وتحطيهم وتوصليهم للتكنولوجيا، لانها مطلوبه هلا بكل مناحي الحياة، هي مش مربوطة بواحد دارس آي تي، لا محاماة، إدارة، طب، هندسة، كل شيء مطلوب منه هذا الحكي. يمكن خلال اطلاعنا ومتابعتنا دائما لشركة أورنج هناك كل أسبوع أو كل فترة في شيء جديد وبيتم طرحه من خلال مراكز أورنج، من خلال القرية الرقمية، من خلال المحافظات، وبنفس الوقت اليوم في حديث عن تخصصات جديدة تواكب التكنولوجيا. رأيك في هذا الموضوع؟ وبنقدم نصيحة أيضا اليوم كونه في طلاب توجيه ممكن يدرسوها ليكونوا يعني جاهزين لسوق العمل بعد التخرج. أنا في عندي نصيحة للشباب كلهم، يروحوا بس يطلعوا على الإنترنت يطلبوا شو هي الوظائف المستقبلية أو الفيوتشر جابس اللي موجودة، يطلعوا عليها قبل ما يقرروا وشوفوا اللي بيقدروا فيها، لأنه في للأسف في بعض الوظائف أو بعض التخصصات راحت ما لها داعي، يعني في ما في لها طلب بالسوق، الحياة بتتغير. فأنت بتحكي هلأ، أنت بتحكي على الكودينج، بتحكي على الداتا أناليتكس، بتحكي على السايبر سيكوريتي، بتحكي على الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس، بنحكي على كثير شغلات بدهم دخل بمناح في وظائف جاي كثير. فعشان هيك انا بحكي يشوفوا يطلعوا على الانترنت يشوفوا شو الوظائف المستقبليه، في تقارير كثير عليها ويقدروا يختاروا من هذه الوظائف اللي موجوده. سيد رسلان، اورنج دائما شريك مؤسسه الاذاعه والتلفزيون وطلاب التوجيه بالنجاح، وكل عام بتقدموا لهم مجموعه من الهدايا، فخلينا نحكي شوي لكل عم بتابعنا شو مقدمين لطلاب التوجيه هذا العام. والله سيدي بأمركم. الله يسعدك بالعكس. احنا زي دائما بنحاول نوفر عندنا خاصة للمتميزين عندنا بالتوجيه، ففي راح نقدم لهم في جهاز انفلكس تليفون موبايل جهاز للجيل الخامس للفايف جي، وفي مع اشتراك راح يكون فيه ليو 9 هذا لسنة كاملة مدفوع، بيقدروا الاستخدام لسنة كاملة، وفي راح يكون كمان في اشتراك فايبر عندهم ل 600 ميج لسنة كاملة برضه مدفوع كامل عشان يقدروا يستخدموه، وفي راح كمان نعطيهم كمان في من اورنج ماني في راح يكون عندهم اسوار اللي يقدروا يستخدموها للدفع، مشحون اوريدي ب 50 ليره يجربوها يشوفوها فيها، وفي عندنا كثير شفيعنا في بلاتفورم موجوده بتقدروا يفوتوا عليها اليوم بلاتفورم اللي بيقدروا من خلال يحصلوا على خصومات كبيره
لشغلات بيحتاجوها. أورنج كورسات كمان. لأورنج كورسات، في لطلبات، لكريم بدهم خلينا نحكي يسيروا حياتهم اليومية. احنا شفنا شغلة على اساس يقدروا نمشي معهم بحياتهم من وقت ما يطلع من الدار وصل جامعة ويرجع ويدرس ويكمل. يعني أورنج رح تكون شريك الطلاب خلال إن شاء الله بكل خطوة بخطواتهم إن شاء الله. احنا دائما فخورين وسعيدين بهاي الشراكة وبتواجدكم الدائم، إن كان ببرنامج يسعد صباحك ورعاية البرنامج أو حتى بوجود مثل هذه المناسبات وأيضا الاحتفال مع أوائل الثانوية العامة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون. دائما الفخورين بهذا الجهد العظيم اللي بتقوم فيه. نعم. ويمكن زي ما حكى معالي وزير التربية والتعليم لأول مرة بيصير هذا الحدث بتكريم والاحتفال مع أوائل الثانوية العامة بوجود أهليهم أيضا على بالفرحة وهذا التواصل الأهل. نسمع طبعا من الجميع كل الشكر. الله يخليك وألف مبروك للجميع سيدنا. كل الشكر لأورنج. شكرا يعطيك، احنا بخدمتكم دائما. الله يخليكم إخواننا وعيلتنا هذه. شكرا لأورنج دائما على الشراكة.